أكد الدكتور نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل أن القطاعات التي رشحت لتواجد الدولة هي المتعلقة بالصناعات المغذية للاستثمارات العامة، وهي التي تتمثل في التعليم والصحة والبنية الأساسية. كان لزام على الدولة أن هي تطلع وثيقة سياسات ملكية الدولة اللي بتقول فيها أنا هخرج من القطاعات الفلانية وهركز في القطاعات الفلانية. القطاعات اللي احنا رشحناها دايما لتواجد الدولة هي القطاعات المتعلقة بالصناعات المغذية للاستثمارات العامة اللي نص عليها الدستور المصري، وهي التعليم والصحة والبنية الأساسية، لأن التعليم والصحة هم دول اللي هيطلعوا لي شعب واعي قادر على العمل، قادر على الإنتاج، قادر على الاستهلاك. من غيرهم مش هيبقى عندي في قدرة لا على العمل ولا على الاستهلاك، فبالتالي ما هيش هيجي لي أي قطاع خاص عشان ينتج عني.